لطالما أثار سجن عكاشة أو المركب السجني عين سبع الكثير من الجدل والغموض بخصوص ما يحدث داخل زنازينه. خبايا وأسرار جديدة سيكشفها لأول مرة على بريس فان كات سجين سابق أمضى أكثر من 14 سنة داخل أسوار سجن عكاشة. كل هذا على برنامجكم الجديد خبايا وأسرار. ما يجري ويدور في سجن عكاشة من فساد. هنبداو هنا نقاط رئيسية. هنبداو بالزيارة. هنا منين تتشد النازيل تجي العائلة ديالو تتصيب الورقة ديال الزيارة. تمشي النازيل تزور. هنا كاينه واحد البلاصة معروفة تيقولوا لها الطابلة. هالطابلة مسؤول عليها موظف 10 سنين هو محطوط هنايا. من اي زائر تيدوز من فوق الطابله للتفتيش مفروض عليه يعطي باكيه ولا 20 درهم حسب المستوى الاجتماعي ديالو حتى 100 درهم. هذا الموظف المسؤول على هذه الزياره نعاودو نكرروها فات منه حصلوا واحد المدير متحرش بواحد الزوجة ديال نزيل وركبات معاه ركبها في الطوموبيل ديالو في برا وما داروا معاه والو. هذا المدير راه مشى للتقاعد. مصحة مخصصة للناس الأمراض وكاينه المصحة والمصحة الثانية اللي فتحتها الدولة وكانت شنها الملك اللي هي السي ام بي المعروفة بالسي ام بي. المصحة بالمال تتعطي الدكتور أكثرية ديالنا الصحاح هما اللي فيها والمراض راهم في الأجنحة. وهاد السيمبي فيها غرف مسدودة خسرات عليها الدولة بزاف ديال الفلوس وفيها هما مسدودين ما تديوش لهم المراض. وكاينين أمراض خطيرة داخل السجن والناس اللي تتعطي المال هي اللي تتمشي لهذا المصحة إلا ما رحم ربي. هذا المطبخ هو اللي تطيب الماكلة النزلاء. وشكون اللي تطيب هذا الماكلة؟ مسؤولين عليه موظفين ولكن اللي تطيب هذا الماكلة هما النزلاء. تنوضوهم من الأجنحة مع 6 الصباح تخدموا تقردوا الخضراء ويصيبوا اللحم والدجاج من 6 الصباح حتى 4 العشيه. تيجيبوا النزلاء هما اللي تيخدموا هنا. هذا المطبخ هذه الماكله ما تياكلوهاش النخبه. اكثريه نصف هذه الماكله تتلاح في القوادس حيت ما طيباش مزيان ولكن اللحم اللي فيها والخضره تتباع في الاجنحه. الموظفين المسؤولين على المطبخ تيعطيو النزلاء تيعطيوهم اللحم وتتباع في الأجنحة ب 50 درهم 40 درهم للكيلو وتتباع البطاطا وتتباع خيزو وتتباع الدجاج ب 20 درهم باكية ماركيز في الأجنحة. هذه هي أهم خروقات هذا المطبخ. القانون يسري داخل سجن عكاشة 20% تيمشي قانون سليم ولكن 80% تيمشي قانون الغاب. الغلبة للأقوى. كاينين صناديد في الحبس مشدودين على القتل وعلى الاغتصاب والتجارة في المخدرات كلمتهم هي القوية وهما اللي تتحكموا في الشنابر في الزنزانات اللي بغاو يدخل واللي ما بغاوش ما يدخلش وتتصرفوا على القفاف وعلى الرزق وعلى القارو ديال النزلاء. وهيهات هيهات الموظف اللي يتكلم معهم. سجن عكاشة فيه 11 جناح. جناح تسعود وعشرة مخصصين للنساء. هاد الأجنحة ما عمرنا دخلنا لها ما عارفينش الخبايا ديالها. وتسعود الأجنحة اللي تتبقى ديال الرجال. جناح واحد جناح جوج جناح ثلاثة جناح أربعة. في صف واحد الصف الموازي ديالو من ليه كاينين جناح سبعة جناح خمسة وجناح ستة وجناح سبعة
وجناح 8 والجناح 11 اللي هو الجامع. هاد الجناح جناح 1 و2 و3 و4 هما اللي تينعسوا فيهم النزلاء. النزلاء معروفين هادو السن ديالهم قل من 60 سنه، وجناح 11 من 60 سنه للفوق، وجناح 7 تينعسوا فيه اللي معروف بالمدرسه تينعسوا فيه الطلبه، وجناح 5 فيه السلفيه وفيه السلفيه، جناح 6 راه مسدود. وتجيو نهضروا على هاد الاجنحه من بعد نهضروا عليها بالتفصيل، تفصيل وكيفية التصنيف ديالها. أنا جناح 1 و2 و3 و4 فيهم الاحتياطيين وفيهم أصحاب المخدرات وأصحاب القتل وهادي وهادي. وهاد الأجنحة تا هي لغة المال، هي اللي تتحكم فيها الطابق السفلي، الطابق الأول، الطابق الثاني، الطابق الثالث. قد ما عطيتي الفلوس، عطيتي الفلوس تتمشي كثيرة، 500 درهم، 400 درهم تتمشي الريتشوسي، وغادي 200 درهم، 100 درهم، 50 درهم، وغادي وتطلع تل الكاتريام. الكاتريام ما فيش الماء، واللي ما عندوش يطلعوا الكاتريام. هاد أجنحة النخبة هي جناح 7 وجناح 5 وجناح 11. هاد جناح 7 مخصص للمدرسة، مخصص المدرسة للطلبة، شداته الإدارة وجمعات فيه أصحاب التهريب الدولي، خشاتهم تما، مسدودين عليهم تما، تعطيو الفلوس، مسموح لهم يدخلوا الحوايج اللي بغاو، بيسيات، بورطابلات من نوع الداكي، كل شيء مقابل الإطاوات. وجناح 5 كذلك اللي فيه السلفية وفيه بعض البزنازة، وجناح 11 اللي فيه الشياب. هاد جناح 11 في العرف ديال السجن تيمشيو ليه من صحاب 60 سنة للفوق، ولكن الإدارة مرة شي إمبراطور ديال المخدرات على صعيد ولاية الدار البيضاء تتخشيه تما. ودابا راه كاين واحد الإمبراطور معروف كبير تما داخل جناح 11، هو اللي تيفورني على الحبس كامل المخدرات، ومعروف مع الصعيد الولايه.